على هذه العمليات نريد أيضا أن نطمئن على الطرق البديلة لطريق المقطم، ولذلك ينضم إلينا الآن سيادة المقدم محمد البنداري رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة. بداية سيادة المقدم، ما بالتأكيد السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الطرق البديلة؟ تمام، احنا بالفعل ابتدينا تحولات عن منطقه المقطم. القادم من مناطق صلاح سالم هيتم صعود مطلع صلاح سالم اتجاه مناطق المقطم لمسافه حوالي 150 متر، ثم عقب ذلك هينحرف يسارا اجباري اتجاه مناطق المنزل المؤدي لمناطق الاتصالات، ومن مناطق الاتصالات هيتم الدوران مره اخرى والعوده اتجاه مطلع السلاف اتجاه مناطق المقطم مره اخرى. بالنسبه للقادم من اعلى المقطم اتجاه مناطق ميدان النافوره هيمنع النزول اتجاه مناطق المنزل المؤدي لصلاح سالم، هيتم انحراف يسارا اجباري اتجاه خدمات منزل الاستيراد. بنأكد ايضا بالنسبه للمطالع ومنازل المقطم من مناطق محور الشهيد لا توجد بها اي تحولات، التحولات عندنا فقط المنطقه المحصوره ما بين منطقه الشرطه العسكريه ومنطقه الكمين القديم. طبعا الاداره العامه للمرور وضعت خدمات ارشاديه ولوحات ارشاديه وخدمات عند مناطق التحولات لارشاد المواطنين عن منطقه العماله. هذه التحويلات البديلة بتؤثر على أي المناطق الأخرى أيضا؟ لأن من المؤكد أن التحويلات تؤثر على كثافات المرورية في مناطق أخرى. تمام، يعني تحسبا لعدم وجود كثافات مروريه مرتفعه وخاصه مع منطقه محور صلاح سالم، احنا سمحنا بسير السيارات لمسافات 150 متر. طبعا تم وضع خدمات مروريه في محور صلاح سالم، ده اللي هيكون فيه بعض الكثافات المروريه. طبعا احنا حددنا منطقه الاعمال هتكون ما بين بالفعل تم الابتداء بالنسبه للتحولات من حوالي ساعتين وهتستمر حتى مساء يوم السبت، ومعلوم ان مناطق يوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت بيبقى فيه انخفاض في الحركه المروريه، فبالتالي الأعمال إن شاء الله تنتهي في يوم مساء يوم السبت. نعم، سيادة المقدم محمد البنداري رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، شكرا جزيلا لك.